قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ربنا قال لك ما تتبع الأولياء المزعومين من دون الله عز وجل. الليلة الناس خلوا ربنا سبحانه وتعالى وبيقوا بيعبدوا في أولياء وبشر زيهم. بشر زيهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. قال تعالى في سورة الفرقان واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا. أصل الأولياء دين بيخلقوا حاجة؟ خلقوا شنو؟ اللي بيعبدوهم الليلة وساوين لهم قبب وبيزوروا في الأضرحة حقتهم وبيتمسحوا بالتراب حقهم وبيندهون من دون الله وبيعتقدوا فيهم انهم ينفع ويضر ويدوا الجنة ويزيدوا الرزق. ها؟ قال واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. هم مخلوقين خلقهم ربنا. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم لرقبة لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. زول ما بيملك لرقبته حاجة باقي لك بيملك لك انت. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم. دي الآيات من سورة الأعراف. الناس ديل أبشرك شوف الجماعة القاعدين تحت القبب والبنده أسيادة والبيعبدوا القبور ديل ما عندهم علاقة مع القرآن لأن القرآن كتاب جاء بالتوحيد. كتاب جاء بالتوحيد والقرآن ما فيه شرك ولم يدعو للشرك. والناس بتاعين القبب والقبور ديل ده الناس دارين الشرك والشرك في القرآن ما فيه في توحيد. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. لا بينصروك انت ولا بينصروا رقبتهم. لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. بالله شوف القرآن ده واضح كيف. شوف القرآن ده واضح كيف.